بسم الله الرحمن الرحيم وتتبقى الخرز بقدر مرحبا بكم تطلقوا من جديد في حلقة جديدة. السكن الجديد اللي عرف المغرب هو السكن في العمارات، شي ما كانش عندنا بكري، ولكن دابا ولو عندنا العمارات حاجة عادية. كانوا عمارات قلال بكري، شي عمارات قلال لا في الدار البيضاء ولا في الرباط ولا كذا، شي عمارات قلال محسوبين الأصابع كما تيقولوا. اليوم ولو العمارات بحال بحال الفطر بحال الشامبينيو، ما كان غير هدم فيلا طلع عماره بيان سور، لان اليوم تعداد سكاني والناس كثروا وخص ما يمكنش اليوم نبداو مثلا نشوف داك الطريق اللي كنا فيها بكري نبنيو غير دار 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 دار، ما يمكن شيء. والعماره حلت بزاف ديال المشاكل ديال السكن العماره. ولكن ثقافة العمارة بقى عند بزاف الناس ما معروفاش كيفاش يتعامل الواحد في العمارة، كيفاش يكون احترام ديال الجار في العمارة، كيفاش التعاون على الحفاظ ديال نظافة العمارة وعلى الأمن ديال العمارة، كيفاش التعامل مع الوكيل العمارة اللي هو السندك، كيفاش التعامل مع الحارس ديال العمارة. ما عارفين شيء، بزاف الناس ما عارفين شيء القانون ديال الملكية المشتركة، باقي ناس عندهم مشاكل في هذه القضية هذه، باقي ناس ما تيبغوش يخلصوا العمارة لأسباب أو لسبب أو بدون سبب، باقي الناس ما تيعرفوا شيء شنو هو حارس العمارة، كيف خصنا نعاملوه، شنو الحقوق ديال حارس العمارة. بزاف هادشي ما كاين شيء عندنا للأسف، وهادشي راه تيسبب مشاكل ما بين الساكنة ديال العمارة، وربما بعد مشاكل اللي تيتعرضوا على العدالة للأسف. من واحد من هاد القضايا هادو ناخذ لكم واحد القضية وحدة وقعت في واحد العمارة عشتها أنا، ماشي عشتها، عشتها وأنا في الشرطة القضائية بحثنا فيها. واحد العمارة تبنات وسط المدينة، وسط لابيل سانت المدينة الصالحة كما تنقولوا، مدينة اللي هي في الجهة من المدينة أو في الحي ديال المدينة، تقول لك الحي الراقية، تبنت واحد العمارة راقية راقية بحسب الثمن ديال الشقق اللي تيتعداو 80 مليون و100 مليون، ماشي شقق عادية ديال 20 مليون ولا كذا كذا، راه كاينين. وكانوا فيها ناس محترمين، فيها أساتذة، فيها أطباء، فيها موظفين كبار ساكنين في ديك العمارة هذيك. واحد النهار هذيك العمارة رغم كان عندها الحارس ديالها الكونسيرج ديالها كاين، واحد النهار بداو تيتسرقوا الحوايج من السطح. أول ما بداو بواحد الطلمط غاليين، هذيك الطلمط غاليين مولاتهم شرتهم أو الخدامة ديال دوك الناس اللي مشاو لهم الطلمط نشروا الطلمط ديالهم، تفاجئوا الطلمط كلهم مشاو في واحد وقت وجيز، شي واحد طلع جمع الطلمط وداهم. الناس صدع في العمارة، الباب بقى محلول، ولو اتهامات تتوجهوا لعساس العمارة، انت ما تتكونش هنا، الباب ديك النهار شفتو محلول، انت هو المسؤول، خصك تعرف شكون الداخل والخارج. كيفاش الشفرة طلعوا للعمارة ومشاو حتى الفوق وهزوا الطلمط وهبطوا، وهادشي باش تيدافع الحارس على راسو، تيقول يا سيدنا راه ما يمكنش شي نتسرقوا الطلمط ديال صالة كبيرة كلهم طلعوهم غير باش قيسهم الشمس وتجمعوا في دقة واحدة ويهبطوا، ما يمكنش يدوز قدامي واحد هاد خصو يهز خنشة ديال الطلمط، يمكن راه رمى من الفوق. ولكن هادشي وقع في النهار، كيفاش هادشي هذا؟ كتو الغوات دوك الناس موالين الطلمط مشاو داروا شكاية في الدائرة الشرطة بأنهم تعرضوا للسرقة، داروا المحضر في الموضوع وبقى البحث الجاري في هاد القضية هادي. دازت هاد القضية 20 يوم، واحد النهار شي حد طلع عاوتاني من جديد وسرق الحوايج ديال واحد المرأة، اللباس ديالها، اللباس الداخلي، السراو ديالها، حوايج ديالها، أي تصميم كله مشى بدقة وحدة، مشى ما عرفوش شكون. تكررت هاد القضية هادي المرة الثالثة، المرة الرابعة، المرة الخامسة، تيمشي غير الحوايج تيكونوا حوايج اللي عندهم قيمة، والحوايج اللي مثلا غاليين تنشر حوايج غاليين تيمشيو، طلامط، أغطية،
حوايج ديال النحاس، النحاس طلعوا باش يتشمس، وحده حكت النحاس ديالها وطلعت الشمس مشى. هنا ما فهموش الناس شنو واقع، شكون هو الشفار تسرق العساس ديما هو اللي متهم. قال يا ذا الشرطه القضائيه عيطوا على العساس. العساس بقى تيبحثوا معاه، بحثوا مع الضحايا كيفاش علقتهم، الوقت اللي علقتهم، كيفاش كذا كيفاش كذا كيفاش كذا، شكون اللي لقيتي في السطح، واش لقيتي شي حد تنشر، واش لقيتي شي حد مهبط شي حوايج. الاسئله بالاسئله بزاف اللي تستدعيو الناس ديال العماره، ولكن ما بانش شكون اللي تيسرق. هنا اضطروا دوك الناس يديروا كاميرا، كاميرا في السطح باش يعرفوا شكون اللي تيسرق. كانوا متهمين الاولين كما قلت لكم العساس ودوك الخادمات اللي تيجيو يخدموا في هذا، وهاد الخادمات هما توجد لهم بزاف خادمه جابوهم كلهم، حتى انه ثلاثه الخادمات مشاو معاهم دورهم قلبوا لهم الدور ديالهم ما لقاو فيهم والو. اضطروا كاع جوج من دوك الناس الساكنه بدلوا الخادمات ديالهم، بدلوهم شكوا فيهم بانهم اللي تيديروا هذا الشيء. مشاو دوك الخادمات هباء منثورا مشاو جراو عليهم هكاك متهومين، جراو عليهم داروا كاميرا، داروا كاميرا في ديك العماره، داروا كاميرا في السطح ديال العماره، كاميرا مخبيه. والكاميرا من داروها اجتمعوا عليها الناس ديال العماره، اجتمعوا مع الوكيل مع السنديك، اجتمعوا وقروا باش تكون كاميرا في السطح طرف الداخل والخارج. وهذاك السنديك هذاك الوكيل هو اللي عنده في دارو بي سي وعنده باش يراقب، باش يدير واحد السي دي واحد القرص بدموج يديروه، وهذاك السي دي هذاك غادي يسجل ليهم اش توقع 24 ساعه على 24 ساعه. ودار واحد الكاميرا يمكن لها تصور بالليل واش وقع. عاوتاني بداو تيتسرقوا الحوايج، بداو تيتسرقوا الحوايج من جديد. كيفاش هاد الحوايج تيتسرقوا الكاميرا؟ ملي تيجيو للكاميرا تيشوفوا غير شي واحد داز، تيجيو للكاميرا تيشوفوا شي واحد غطاها بشي زيف، شي الكاميرا عوجها شي واحد. ولكن شكون هاد السيد؟ تتبان غير يد، تتبان وجه، تيبان واحد دير جلابه راجل طلع جمع الحوايج هبطهم. تيب دوك السيدي قالوا هذا شي عمق، هذا ساكن معنا في العماره، شكون اللي تيدير هاد الشيء هذا وما تيبانش في الكاميرا؟ تيوجهوا الكاميرا لهاد الجهه ولا توجه المدخل ديال 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 الباب ديال السطح. في المدخل تيبان راجل لابس جلابه مغطي راسو تيهبط، تتشدوا الكاميرا وتيبان مهبط الحوايج، راجل مهبط الحوايج هبط بهم ثلاثة أربعة المرات نفس الجلابه. شكون اللي عنده هاد الجلابه هادي؟ طلعوا الشرطه القضائيه، مشاو الشرطه القضائيه قالوا شوفوا سيدي هذا راه عنده جلابه، هذا راجل تلبس جلابه وتيدير القب وتيدير الليكات وتيهبط وتيجمع الحوايج، هو يجمع من الاولى والثانيه والثالثه. البوليس جاو وقالوا كل شيء تقلب، كلهم يتقلبوا، قلبوا دار بدار، قلبوا دار بدار باش يقلبوا على واحد الجلابه مخطه واحد تيدوز بها ما عرفوش. في الاخر بغاو يحماقوا هاد الناس، ما عرفوش شكون تيسرق، ولا تيتعطل شهر شهر وناس وتيضرب الضربه ديالو. تلقاو الخيط ديال بعض ديال الكاميرا مقطع، مقطع الخيط ديال الكاميرا اي تقطع هابط وتقطع من واحد الجهه، الكاميرا ما صورت والو. تلقاو الكاميرا تخسرات، شكون هذا؟ هذا شنو هذا؟ هذا شبح ما عرفوش. دازت الايام ونات الصداع في ديك العماره بزاف، وتشرات ديك العماره ما بين الدور اللي حداهم تما، ولاو ناس اخرين ديال الكاميرا فوق العمارات اللي حداهم تيشوفوا في ذاك السطح ديالهم. هنا من مات ولا التعدد ديال الكاميرات ولات حراسه بزاف، ما بقاش ذاك السرق اللي تيسرق ما بقاش تيسرق، اي توقف على السرقه. ولا تيشيو شي حوايج من لاكاف، حاطين الناس الحوايج في لاكاف، ولاو تيسرقوا الحوايج من لاكاف، شي واحد دخل لاكاف وهز ودا. ينقص لاكاف عاوتاني نديروا فيه كاميرات، عاوتاني نديروا فيه كاميرات. شكون تيدير هاد الشيء؟ شكون؟ ما عرفوش شكون هو هذا اللي تيلعب، تيغبر ويرجع، يغبر ويرجع، يغبر ويرجع. بعض المرات تلقاو السياره مشرطه من السياره اللي في كاين لتحت، كان شي واحد ينتقم، يسويق راس مهرس ديال الطوموبيل. شكون؟ ما عرفوش. كاميرات الفوق لتحت، ولكن داك السيد مشى كما قلنا كثروا الكاميرات ويحبس.
حبس، ولكن بقى الشك ما بين الناس ديال هذا تيجو عنده الضياف للخدمه ديالو ولا كذا ولا كذا، ولات واحد العداوه. الناس ما بقاوش تيبغيو يخلصوا السنديك. اسيدي انا مشاو لي حوايجي ما نخلص شيء، انا طوموبيلتي تجهد خلصت عليه 2000 درهم، لا ما غادي نديرها شيء ما نخلصش شيء، ولا تفركسوا تحلوا، ما بقاوش متحدين مع بعضياتهم، ولا طلع العماره تعرف زبل وتقطع الضو تتقطع، ما بقاوش يخلصوا الضو، السنسور مرات يخدم مرات ما يخدمش، لانه دوك اللي كان ضحايا ما بقاوش يخلصوا ما بقاوش يخلصوا. هنا نادوا دعاو العساس بانه ما صلحش وما خدامش ويخلصوا ويخرجوا يمشي بحالته. العساس ساكن تما عنده وليداته، جمعوا دوك المجموعه ديال الشكايات ومشاو دعاو العساس بانه ما كانش في مستوى ما خدام شيء وما يصلحش لينا. حتى في المحكمه لما اتفقوا باش يحيدوه وكانت الاغلبيه بغات تحيدو، قالوا يا سيدي خص الاساس يعطوه الفلوس اللي خصها تخلص، لانه 3 شهور ديال 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 هذا ولا مارس 6 شهور ديال الخلاص ديالو، 6 شهور ديال الخلاص ديالو اللي تتخلص يمشي في حالته. مشى الاساس بحالته الدولي داتو مشى بحالته، جابوا اساس اخر سكن تما اساس اخر، والقضيه عدنات وسكتات. لما سكتات القضيه قالوا الاساس هو اللي كان تيدي، الاساس هو اللي كان داك اللي مشى، زعما راه فرحوا. واحد النهار واحد ديز واحد السوق، سوق في الباديه في العروبيه خارج المدينه، ديز تلقى واحد مرا كبيره حتى شي حوايج تتبيعهم وشي فراش شي طلامات وشي حوايج تتبيعهم وشي حوايج ديال العيال تتبيعهم، هو يشوف حوايج ديال مراته ديك مرا كبيره تتبيع الحوايج في الخرده، هو يشوف الحوايج ديال مراته، حوايج سرقوا لمراته، سرقوا من داك السطح ديال العماره، مو دابا تسرقوا ولكن عرفهم. عيط على مراته اتصل بها وقال لها شوفي مرته عندها سياره، قال لها دابا توصل عليا السوق، اجي عندي السوق، اجي عندي اجي عندي. جات عنده السوق تلقى عليها وخرج قال لها جي تشوفي، هما يشوفوا حوايج ديال مراته، السراول ديال مراته، شي خوامي ديال مراته، خوامي ديال اللي كانت تنشرهم ديال مراته، لقاو شي حاجه مسروقه ديال المراه ديالو من ذاك السطح تتبعو ديك المراه كبيره، مراه كبيره. مشاو خبروا الدرك الملكي، الدرك الملكي جاو معاهم وقال لك مرا من جبتي هاد الحويجات؟ قالت لي يا سيدي انا غاتنشري، انا تنبيع ونشري في هاد الحوايج قدام، الحوايج ديال اللبس تنلقى شي واحد تيبيع تنشريو من عنده. منين شريتيهم هادو؟ شريتهم اسيدي من القنيطره الزوطيه، تنشري من الزوطيه. اذا هاد الحوايج هادو هادو هو اللي باع لك هاد الخوامي، هو اللي باع لك هاد الطلامط؟ لا سيدي. ها واللي باع لك هاد الطلامط هو كانت الحوايج ديال العيالات؟ لا سيدي. هادو باعهم لي، بعتهم لي امراه، وهادو باعهم لي دري شحال هادي، وهادو بقاو عندي. هنا ولات القضيه فيها ان السرقه وقعوا عند الشرطه وحصلوا عند الدرك. هنا اتصل مع السيد نائب وكيل الملك، هو وكيل الملك، قال بون هاد المرأة تعطى في البحث قضايا كبار ديال السرقات كثيرة، تعطى الشرطة القضائية، وجات عندنا الشرطة القضائية جابوا المرأة وجابوا دوك الضحايا وجابوا الحوايج، جاو عندنا تما، لأن حنا اللي عندنا راه حنا وقعتنا السرقات. جبنا ديك المرأة بقيت تنبحتوا معاها، هنا أنا كنت في المكتب ديالي مع الناس اللي تنخدم معاهم، حنا اللي عطونا هاد القضية هادي. بقينا تنقول لديك المرأة أنت فين ساكنة؟ أنا سيدي ساكنة هنايا بوحدي القنيطرة. يا سيدي ساكنة في واحد البلاصة دور شعبيين ساكنة فيهم، أم ساكنة مع واحد بنتي ساكنة معها، إيه تتبيع وتشري في الحوايج، تنبيع وتشري في الحوايج. دابا هاد السيد مشاو لي حوايجو، مثلا مشى لي هاد الكتاب، مشى لي هاد الدواء، مشى لي هاد الماء اللي قدامي، واحد مشى لي ضحية واحد. ولكن المرأة تقول هاد الكتاب شريته واحد المرة في السوق، هاد الكتاب شريته من الزوطية، هاد الماء شريته من الجهة فلان فلانية، ما يمكنش. أنا هاد الصفار اللي سرق هاد الشيء فرقهم، فرق في السوق وفرق يبيع في دقة واحدة. المرة ولات مشكوك فيها، إن خصنا نمشيو نقلبوا الدار ديال ديك المرأة. مشينا للدار ديال ديك المرأة نقلبوا، حنا لقاو واحد السيكان فيهم حوايج قدام فيهم حوايج جداد، لقينا عندها شي سينيات ديال النحاس، لقينا شي حاجه قلنا لها هاد الحوايج هادو اللي مجموعين وحطوطين في هاد البيت ديال مهدو ديال. قالت لك يا سيدي منين جاوك؟ اسيدي انا تنبيع ونشري، تندي بشويه نبيع ونجي نشري، تنبيع ونشري نبيع ونشري.
هاد الحوايج عندنا مشكوك فيهم ولا لا، غنديو معنا الا ما تصابوا شي ديال واحد الناس نعيطوا عليهم نجيبوهم، الا ما تصابوا شي حاجه اخرى ديالهم مسروقه نقدروا نامنوا بك بان هاد الحوايج المسروقين باعوا لك شي شفار. هاديك واخا سيدي زين الحوايج، جات بنتها معاها، بنتها تتقول اسيدي انا امي تتبيع وتشري في السوق وتتبيع وتشري في الجوطيه، ولكن امك ركبات تتبيع وتشري بعيد على هذا السوق من شدو الحوايج بعيد شي 50 كيلومتر، تتمشي اسيدي لتما، تتمشي السوق كاملين امك، تتمشي امراه كبيره تتمشي، تتمشي هي لتما اسيدي. شكون تيهز معاها؟ اسيدي الحماله. لا شكون تيهز معاها؟ تخرج من الدار لانها هذا الشيء ثقيل، وعيص بابات كذا طاطا ثقيل، شكون تيدي معاها هاد السيده هادي؟ كانت نعاونها بعض المرات حتى الكار ولا حتى الطاكسي، وتما تتهبطهم تتبيعهم وتتجي ايه يلا نديو هاد الحوايج نمشيو نشوفو. هزينا الحوايج ودينا للشرطه القضائيه وخبرنا داك الضحيه اللي كان عندنا، قلنا له ودي علم دوك الناس ديال العماره اللي تسرقوا علمهم يجيو عندنا عافاك، يجيو عندنا نشوفو هاد الحوايج يلقاو شي حاجه ديالهم. درنا معاهم الوقت وجاو واحد مجموعه ديال الناس، شي 8 ديال الناس اللي هما تسرقوا، هادي جا مرات وهذا جا بوحدو وهذا بون، جاو عندنا دخلوا عندنا عرضنا لك الحوايج كلهم حطيناهم، لقينا عند ديك المراه حطيناهم شوفوا لا تلقاو شي حاجه ديالكم. فاجئنا دوك الناس كلهم هادي ديالنا، هاد التفاصيل ديالنا سيدي، ها سروالك فاطمه، ها الثوب ديالك عائشه، ها هما ديالك هذا، لقينا هادوك كلهم مسروقات الا البعض منهم، البعض منهم ماشي ديال ديك العماره، حوايج اخرين ماشي ديال العماره ديال دوك الحوايج. قلنا من بعدهم لا تجي يمكن ديال هاد المراه، قلنا المراه منين جاوك هاد الحوايج؟ قلنا منين جاوك هاد الحوايج؟ واحد السيده من دوك الناس اللي هما تسرقوا قالت لي انا الشيف بغيت نهضر معاك. عرفتي هاد السيده هادي هاد المراه كبيره؟ قالت لي ايه راه بنتها ساكنه معنا في العماره. بنتها ساكنه معاكم؟ ياسي ساكنه معنا في العماره. عمرها تسرقات؟ عمرها ما سرقت هي، مشيو نجيبوها. مشينا جبنا بنتها من العماره، بنتها بنت مزوجه واحد موظف في الماليه وعنده واحد الرتبه كبيره في الماليه، حشمنا منه اقسم بالله لما جا معاها، راجل لاباس عليه بسيارته ودير لها سياره وعندها وليداتها ومراه مثقفه ومراه معقوله ومراه كذا. قلنا لها اختي هذه امك؟ قالت لك ايه امي. هاد امك لقينا عندها مسروقات ديال العماره. قالت لك اخويا انا بعيده من هاد الصداع، كيفاش امك مراه كبيره عندها تقريبا فوق 70 عام تتبيع؟ شكون اللي تيبيع لها هاد الشيء؟ واش عندك شي ولدك تيدي لها؟ نجيب ولدك؟ لا ولدي تيقرا. الرجل قال لك اسيدي ولدي تيقرا في الجامعه ونجيبوه، خصنا نجيبوه ونبحثوا معاه. شكون راجلك هذا؟ راجلك هذا الموظف الكبير اللي في وزاره الماليه اللي تنعرفوا حنايا هذا؟ اذا امك منين جاوا الحوايج؟ واش انت بريئه من امك من هاد الحوايج اللي عندها؟ انت بريئه ما عندكش علاقه بهم، مع انك ساكنه في العماره اللي انت في العماره اللي انت ساكنه فيها تسرقوا هاد الحوايج، وامك كبيره باش غتطلع وتهبط وهذا وهذا وهذا. هادشي مسروق قلت لك انا بريئه منها، اذا بريئه منها ما دايره والو. اه نات واحد الضابط معنا، ركبتو اش غنديرو؟ نعاودو نرجعو للدار ديال هاد المراه كبيره، نعاودو نرجعو ونجيبو كل حاجه مشكوك فيها، جبنا هاد الحوايج كانوا مجموعين ومحطوطين في واحد الجهه ومحطوطين، رجعو نقلبو مازال، لان هاد الشيء بين كلهم السرقه. رجعنا ديك المراه كبيره وخلينا بنتها عندنا هي ورجلها، ورجعنا لديك الدار ودينا معاها بنت، هذيك المراه كبيره ديال معاها بنتها اللي عايشه معاها، ومشينا للدار. قلب يا ما تقلب واحد الدري هو جبد جلابه مخطه ديال الرجال اللي باينه في الكاميرا، باينه الجلابه اللي باينه في الكاميرا بنت ديال الرجال. عندكم شي راجل لهنا؟ لا ما عنديش اسيدي. عندكم شي عايش معكم؟ هي من هاد الجلابه هادي، هادي ديال المرحوم. اين مرحوم هذا؟ راجلي اللي مات شحال هادي باش مات؟ ايوا جا شي 20 عام، شي 20 عام وباقا الجلابه عندك انت ديال راجلك المرحوم، باقا هي جديده هاد الجلابه. يلا يمشيو. هنا حطينا قدام الجلابه وقلنا لبنتها امك هي اللي متهومه بالصفاره، امك هي اللي غنتحاسبوا معها. قلنا شوفي راه امك راه غتعترف
ولا غتمشي للحبس ومرا كبيره غتموت في الحبس. شكون اللي تعاونها؟ شكون تدي لها الحوايج؟ قالت لينا هو بغيت راجلي يخرج برا. راجلها خرج قالت لك انا تنسرق. انت تتسرقي؟ انا تنسرق. تهزيهم تديهم للدار. قولي لنا. قلنا المراه كبيره شبعتي بنتك؟ اش قالت؟ قالت لك قلنا لها بون خرجوها خلي المراه كبيره. قلنا لها هاد بنتك تجيب لك الحوايج؟ قالت لك يا سيدي ايوا انت تمشي عندها وتاخذي الحوايج؟ لا تمشي بنتي اللي عايشه معايا هي تمشي عندها. اشنو واقع؟ شنو واقع؟ هذيك المراه تتسرق، هي اللي تتسرق، هي اللي هي تتعوت وهي اللي مكلفه بالعماره وهي زمان مسؤوله وهذا الشيء واقع عندنا وهذه الشفاره تمشي معاهم الدائره تمشي ماكله. تتسرق هي الحوايج وهي اللي واقفه على الكاميرا وهي اللي معاونهم تجابوا الكاميرا وهي تتخطى خيوط ديال الكاميرا وهي تدي التحريمات كلها وتعيط لاختها تجي تعطي اختها الصاك تقول لها هبطي. اختها تجي تحويج من تحت اليوم ديال اللبس تلبسهم ديال جلابتها ولا شي صاك زعما هزات شي حاجه تتخرج تدي من امها. امها هي اللي مكلفه تبيع في السوق، ولكن ديك بنت هذه ما تمشي مع السوق غير هي باش ما تكونش مشكوك فيها تتبعد منها. تعطيها الحوايج تقول لها تابع تتبعد منها اخرى تبقى تبيع حتى لبقات شي حاجه تيردوها. خاتهم ديما تسرق، ولكن البحث لما تعمقنا في البحث مع السيده لقينا ما تسرقش غير من ديك العماره، تسرق من واحد العماره ديال واحد صاحبتها تمشي عندها. اش تدير؟ تطلع العماره عند صاحبتها تطلع السطح تمشي تشوف كاين شي نشاط تجمعو تتهبط بلا ما تدخل عند صاحبتها. الا طلعت ما لقات والو تدخل عند صاحبتها تسلم عليها. لقينا حتى ديك العماره تسرق لي عندهم شي اربع سرقات ولا خمسه. لقينا واحد العماره مجاوره لهم تطلع هي وختها الا لقاو شي حاجه في السطح تيجمعوها او تحت وعندهم صديقه تما تمشي عندهم تعرضوا عليهم كانت تيدخلوا عندهم وهذا. لقينا المراه هي الصفاره، لكن هذه المراه كما قلنا راجلها موظف كبير في الماليه ورجلها بخير عليه. شنو المشكل اللي عندها؟ المشكل اللي عندها هو ان راجلها ما تيبغيش يعطيها الفلوس. راجلها فلوسو ديرهم في جيبو تقليده في جيبها، وهي عارفه ما محتاجه وعارفه ما كاريه. الدار ديالهم مكريه واللي كانت تخلص كلها هي ديك اختها، وديك اختها مابقاتش قدامها والدار مهده. ديك اللي ديال الكلام ولا تهديد انهم تيخلصوش كرا، وخا الكرا بسيط كرا تقريبا واحد 70000 فرانك ديال الكرا ديك الدار قديمه، ولكن هي تكلفت في هذه المهمه. راجلها ما تيعطيهاش ما تيعاونهاش باش تعطي لامها وتبقى على الكرا وتعيشهم، وختها ولات بلا خدمه جالسه تما وهي تدوز لهذا الاتجاه ولا تسرق ولا تسرق. ولما كنا كملنا المسطره وكنا تنضحكوا مع الكاميرا الكبيره تنقول انت غا تبيعي امي غا تبيعي انت غا تديري غا تديري البنيه عندك شويه فيره وكذا كذا كذا. وقالت لنا ودي راه من صغرها راها من صغرها راها من صغرها كانت هكا، من صغرها كانت شفاره، من صغرها كانت تسرق من صغرها. ولكن من جات لديك العماره راقيه ولاو تيخصوها الفلوس باش تعاونهم هما، بقات حل واحد هي تسرق من العماره اللي بان لها تديه والعماره ديال صاحبتها تطلع لها حتى هي، والعماره المجاوره اللي بانت لها شي 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 همزه تطلع تضربها وتزيد تدخل عندهم ولا لقات شي شي غفله تديرها ورد بالها من الكاميرات وعارفه الكاميرات في كاينين، وهي اللي قطعت الخيط ديال الكاميرا شحال من مره تتقطعوا وتلقاو مقطع وتمشي معاهم الدائره وتتهضر لهم وتيديروا شكايه ودارت عصابه من عائلتها اختها اللي تتهز تدي الحوايج، امها اللي تتبيع. راجلها داخ راجلها داخ قال لك عمرها ما جلست تفاهمت معايا وقالت لي هذا المشكل. قالت لي انا فعلا ما دارش لا فلوس في يديها واخا ما دير شيء، ولكن باش وصلت لهذا الحد انا تنقول خصك تخدم راهك خدامه راه كيما قلت لي امك تبيع في الشوطه تبيع في الجوطيه انا يلا نقابل ولادي. دار غلطتها هو راجل لاباس عليه وبخير عليه وما كانش تيرحم شويه مراتو يشوف عائلتها. كاين بعض الناس اللي الله يحسن العوان ما عندهمش تيتحاسبوا مع المراه، وكاين اللي عندهم تاهما تيتحاسبوا. لقاها تتسرق تدي لدارهم، لقاها تتسرق تهز تدي لدارهم، تتسل الماكله وتدي لدارهم. بزاف رجال كاينين بحال هكا تيردوا بالهم زعما ديك الهضره ديال العجوزه تتسرق وتدي لدارهم
الا المراه كانت تسرق وتدير دارهم محتاجين، دارهم ما عندهاش. شحال المراه تهز من دارها وتدير دارهم، تكون دارهم ما عندهاش، تخبي مسكينه هنا ودير حتى الماكله تخبي هنا، كاين شي لحم تخبي هنا، تجي عندها ما ولا شي حاجه دوز لها شي حاجه من تحت، تكون ما عندهمش. شكون الراجل اللي تدير مع المراه التحرميات؟ هو ذاك الراجل اللي بخيل وما تيرحمش، ما باغا تعطي لها الماء ولا لختها ولا لعمتها ولا هذه ولا هذيك. اما اللي يرفق عليه الله وتكون ولد الناس والقلب الكبير، هو تيقول اعطي اعطي دير 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 امك، عطي لامك هذاك الشيء، عطي لاختك، عاوني اختك، عاوني كذا، عاوني كذا، عاوني كذا. وكا خص يكونوا رجال. هذه ماشي انا تنبرأ ساحتها وتنقول وخصكم تعطوا عيالكم باش ما يسرقوش، لا، هذيك دارت جريمه، جريمه ديال السرقه، سرقه من السطوح، سرقه كاينه ماشي غير من السطوح، سرقه، سرقه دابا ولات مشدده، لان دارت في الليل وفي النهار ومع تعدد الجونات فيها امها معاونها ومع اختها وكذا وكذا. فالمساهمه والمشاركه والسرقه، نعم، وتقدموا الجنايات، رغم هذاك الشيء تقدموا الجنايات. ومن حسن الحظ هذيك خدات غير عام، واخا هكاك، لان بزاف ديال الجيران تنازلوا ليها ما تابعوهاش، اغلبيه ديالهم تنازلوا ليها، كانت دخلت من هنا خدات عام، اختها خدات حتى هي عام لتتهز. الام تحكمت بموقف تنفيذ، انها كبيره وهذا، وقفت بانه واحد عطاوها واحد حكموا عليها بعام وقفت تنفيذ، ما تنفذوا شيء، بحال نقولوا سورسي. وديك المراه تخرجت من السجن وراجلها رحل من ديك العماره، رحل حتى من المدينه، مشى لمدينه اخرى. ديك المدينه اخرى كنت نتلاقى وتنسلم عليه، تنقول لك يا ديال المدام تبكوا لا اله الا الله، وهذا الشيء وقع، وقت انا ما كنتش راد البنات نعاونها، وكنت ندير ما كانش تيعاون. هنا تنقول لبعض الناس نخليو موضوع الجريمه لهذا الشيء وديك الحبس والشفرقه ولا هذا، حنا الثقافه ديال العمارات باقي ما حافظيناش مزيان كيفاش خصنا نكونوا في العماره مع بعضياتنا، كما قلت في الاول، كيفاش يكون اتحاد ديال الناس ديال العماره، كيفاش نتعاملوا مع الاساس، كيفاش نتعاملوا مع النظافه ديال العماره والامن ديال العماره كيفاش يكون. العماره خصنا نفكروا في قضية ديال نهار السبت في العشيه والحد، ما يكونش صداع، ما يكونش شي واحد تيحفر وتيضرب ولا كذا، لان السبت والحد هي ديال الراحه. ما نخدموا شاي في العماره وندقدقوا ونهرسوا ما بين 12 وجوج، تيكون الناس يتغداو تاخذوا واحد القيلوله من 12 حتى 2 ونص، راه كاين اللي ما تيحترمش، كاين اللي ما تيحترمش للاسف، كاين ما تيحترم، يكون تيخلص ما تيخلصش، ما يحترم الناس ناحيه الضجيج، ما يستعد، ما يكون محافظ على الامن ديال 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 العماره، شكون طلع شكون اللي هبط ورد باله، لان ديك السكن، هذا السكن موحد وسكن مشروك ديال واحد مجموعه الناس، اذن هيك بحال دار وحده، الواحد يخمم هيك بحال دار وحده. هذه من ناحيه ديال العماره. اما من ناحيه التعامل ديال الراجل مع عائلته مراته، قد ما قال واحد يكون كريم، وقد ما قال واحد يمد يده ويحاول شويه نسابوه، ولا طاح شي واحد مريض يعاونهم، طاحت امها مريضه يمد شويه، مد يد المساعده، يعطيها شويه المساعده، ماشي ترى توقع شي مشكله يبقى يعاود زعما تيفتخر انا جريت عليها، لقيتها تسرق ليا، دات الماكله من الثلاجه تعطيها لعائلتهم. اللي يهضر على الماكله ولا يهضر على شي حاجه قليله ولا فلوس قليله، لان حتى المراه في الدار، الى عندك مراه في الدار ما خدامه شيء غير جالسه في الدار، خصها يكون عندها شي سوينتات في جيبها، خصها عندها شي فلوس في الفلوسات تعطيوها ليها وما تحاسبوش معاها فيها. اذا مديتي لها شي بركه مثلا في الشهر، عطيتي لها شهرين ما تحاسبش معاها، تحتاجهم هي راسها، الحمام هذا تعطي من هنا، تعطي لخوها، تعطي لاختها، يكون عندها. انا تنقول مع الناس اللي عطاهم الله من خيرهم، ولكن اللي عطاه الله هذا او موظف او كذا وكذا ومرتك ما خدامه شيء، تكون واحد الحصه ولا بسيطه، تكون المراه شي حاجه بسيطه، ولو على الاقل نعطيها غير واحد 30 فرانك ولا 20 فرانك في الشهر، لا ما عندك شيء. اما اللي عنده راه يعطيها اكثر، يخلوها المراه في يديها، دير هذيك خليها عندك، خليها عندك، حيت كاين اتحاس المراه على كل شيء، كاين اللي يستر اتحاس المراه حتى على الزيت، هكاك داير. وهاد الزيت كله درتوه تاع الملح، وتم هذا الملح، واش جبنا لكم الملح غالبا، واش الملح تاكلوه ولا فين ما يطلبوا منه شي مواد غذائيه يقولوا فين مشات، وراه مشات غير عنده تما. هذوك الله يستر تيكون البخل، وتيكون ما كبرش في عائله ديال الخير. الخير راه ماشي الناس، الخير هما كبر في عائله الخير، هي عندهم الخير بزاف، الخير تكون في القلب، والخير تيكون في الطبيعه ديال الناس، اولاد الخير كما تيقولوا. نتمنى من الله الرساله توصل لكم، وهاد الجريمة تفيدكم، وغندخلوا للموضوع ديالنا اليوم اللي هو موضوع يتعلق
بهذا الوقت هذا، هذا الوقت ديالنا دابا، هذا وقت الامتحانات. هنا في خص بداو المراقبه دابا مع الدراري، رضوا المراقبه على الوقت ديالهم، على الحفاظه ديالهم، مشيو نسولوا هذه كانت امتحانات، مشيو نسولوا الاستاذ، ونتصل الاستاذ لا في مدرسه عموميه او خصوصيه، نتصل الاستاذ باش نسولوا، هذا وقت ديال نسولوا كي داير الدري، كي داير الدري دابا، كي دارت قرايته، نسولوا دابا وقت الامتحانات، ونزيروا ولادنا دابا، دابا خصهم يكونوا تحت المراقبه، فين خارج فين درتي، واش صفرتي واش طرجتي فرصتكم امتحان، واش عندكم اليوم ما عندكم جاي، اسمعت امتحانات بداو، ماشي هذا وقت الامتحانات هو باقي الدري تيلعب، ولا باقي التلميذ ماشي في هذا العالم، ولا الطالب ماشي هنا، وفي سقط نبقاو نهضروا، اما كاين غير التوجيهات زعما القرايه ولا غير التوجيهات، انا الدري ولدي ما هدش من الحفاظه، زعما الصراحه الظلم ولا انا ندخلوا لمدرسه خصوصيه وفي مدرسه خصوصيه لما جابوا والو ما تيقريوش 40 فريه في الشهر ما قراوها هو سقط، واش هذا الشيء هذا دابا؟ تنبقاو ردوها للمدرسه وردوها للاستاذ وردوها لكذا، واش سولتي عليه انت العام كامل عمرك سولتي عليه؟ عمرك مشيت عند الاستاذ سولتي؟ عمرك سولتي حتى واش تيجي يقرا والباقي ما تيقراش؟ سولتي؟ انا عرفت واحد البنت كان وقع لها واحد المشكل في واحد الدار، مشاو دارهم تيسولوهم المدرسه تدخل تدخل قال لهم راه شهرين ما جات عندنا انا وصيفطنا لكم وصيفطنا لكم وصيفطنا لكم عمركم ما جيتوا. قال لهم واحد با قال قدامنا وصيفطونا غير مره واحده ولكن كنت خدام كنت مشغول هاي صيفطوا 100000 مره. الان هذا وقت الامتحانات اسيادنا، هذا وقت الامتحانات دابا، شوفوا الدراري اش داروا، شوفوا واش تيوجد الامتحانات، ديروا مراقبه عليهم، سيروا جريوا تشوفوا المدرسه، سولوا الاستاذ، سولوا الاساتذه ديالهم اشنو تيديروا، سولوا واش تيقراوا ما تيقراش، سير سول سير سول بس تزيروه شويه وزيد يقرا حسن مسقطك في الاخر تسولها في تسميها في المعلم تسولها مدرسه خاصه ما تيقراوش كذا كذا وكذا وكذا. نتمني من الله لوالدتنا النجاح كاملين، ولكن المراقبه خاصها تكون والوالدين خاصهم يقوموا بالدور ديالهم في هذا الوقت هذا. نتمنى من الله هذه الرساله توصل، والسلام عليكم ورحمه الله.